زمان كنا نقضي وقت طويل مع بعض؟ عطول بتذكر وبحن لهديك اللحظات. بس بهالكم شهر كل شي تغير لدرجة إنه ما عاد شفنا بعض. أرناف، أنا دايماً بحس إنه لازم نحكي. أرناف، عن جد حاسة إنه أنا وأنت لازم نفضفض. أصلاً إذا ما قعدنا سوا وحكينا ما رح نلاقي حل لمشاكلنا، ونحنا اتنين منعرف منيح إنه في كتير شغلات لازم نحكيها. بقى ليش عم نأجل؟ بقصد ما في فايدة إنه نتجنب هالموقف. ليك أنت عم تتجنبني وأنا كمان مثلك، بس يا أرناف نحنا اتنين منعرف إنه في كتير شغلات مخبيينا ولازم نقولها لبعض. نحنا رفقات من نحنا وصغار، نحنا أصدقاء الطفولة، أنت أقرب رفيق لألي وعشنا مع بعض الحلوة والمرة، فشو تغير هلأ؟ وليك أنا حاسة إنه إذا منرجع منفضفض لبعض ومنحكي كل شي رح نرجع مثل ما كنا. رهان، الموضوع مو هيك أبدا، أنت بتعرف هالشي. رهان، أنت كنت عم تمزح؟ تعرف أنك خوفتني كتير؟ أنا آسف، كنت عم بمزح معك، بس من اليوم نحن رح نبلش حياة جديدة سوا، لهيك لازم نحتفل بعلاقتنا وبحبنا لبعض. بالفعل لازم نحتفل روهان، هالشي حلو كتير، بس انت كنت عامل حالك معصب مني وخوفتني عليك كتير. يعني روهان انت كيف قدرت تعمل فيني هيك؟ انت لا لا انت ما بيهمك، سامحيني خلص، اسف اسف سامحيني اسف، شغل بالي هيك خلص، انا اسف اسف، انا خفت كتير. انت كيف قدرت تعمل هيك؟ قلت لك انا اسف، كنت عم بمزح. عارف إنه فكرتك زعلت وعصبت مني عن جد؟ أنا مستحيل أزعل منك حتى لو بتقتليني. رهان، نحن لقينا بعض بعد وقت وانتظار طويل، وهلأ لازم نعيش حياتنا سوا، ما بقى تجيب سيرة الموت. بصراحة أنت مالك ذنب، الحق علي. أنا من لما حبيت روهان ما عاد فكرت غير فيه، الحق علي لأنه ما عاد قضيت وقتي معك. بس صدقني أرناف، أنا ما كان قصدي يصير هذا كله. كل ما كنت إجي لهون ما كنت أحكي لك إلا عن روهان، بس قلي أنا شو ذنبي بهذا الشي؟ هالشي مو بإيدي أبداً. نحن أقرب رفقات من لما كنا صغار، وأنا بحكي لك عن كل شي وبشاركك بكل التفاصيل، بجي وبخبرك كل شي. وموضوع مشاعري وحبي لروهان كان حدث كتير كبير بحياتي، كانت
اللحظة اللي غيرت حياتي. بقى إذا ما حكيت لك إلك لمين بدي أحكي يعني؟ بس قلي أنا شو ذنبي؟ بشو كنت عم بغلط إذا كنت عم شاركك بمشاعري وعواطفي؟ أرناف أنا آسفة كتير، بس تعرف إنه ما بدي أجرحك. تعرف شغلة؟ أنا بحس بالذنب دايماً لما روح على البيت، لأنه بعرف إنه أنت بتحبني وإنه كسرت لك قلبك، وأنا بضل كل الوقت عم بحكي عن روهان. أرناف، من لما حبيته لروهان بعدنا عن بعض. أنا عم بشتاق لك كتير، وعلاقتنا ومكانك بقلبي ما حدا بيقدر يعبيه، لأنه أنت حدا كتير مميز بحياتي. يعني الإنسان بيقدر يعيش من دون حب، بس من دون رفيق مستحيل. حبك يا غبي، نحنا ما منقدر نفترق، هالشي مستحيل. فهمت علي؟ لا باري، الذنب مانو ذنبك، الحق علي أنا. أنا كان لازم أتقرب منك بعد ما أنت بعدتي عني، بس بوعدك باري أنا ما عاد اسمح لك تبعدي عني أبدا. وفيني أسألك سؤال؟ اسألني. أنت خبرتي لروهان بمشاعرك اتجاهه؟ بقصد أنتو اتطورت علاقتكن ولا لا؟ روهان، جبت لك شغلة معي، استنى. ووو، مفاجأة لإلي؟ ماشي حالة، ظريفة بالحقيقة، حلوة بس بصراحة ما رح تكون أحلى من الأربع حروف اللي رح موت لحتى أسمعهم بصوتك. بترجاكي قوليها. إلي زمان حابب أسمعها، حسي فيني بقى، ما عاد فيني أنطر أكتر. مو فارق معي إذا بموت بعد ما أسمع منك، لأنه قلبي ما عاد يوسع ولا بقى يتحمل حبي الكبير لإلك. خليه يرتاح شوي، قولي لي إنك بتحبيني. شو؟
عشر دقايق وبكون عندك. طيب ما رح طول. شو في رهان؟ الشرطة مسكت فير وأخدوه على المخفر. أرناف، نحنا كنا عم نحكي عن صداقتنا وأنت عم تحكي عن روهان. باري أنا منيح، فيك تحكي لي بصراحة، صدقيني ما رح أزعل. هلأ قولي لي، خبرتي روهان عن شعورك اتجاهه؟ لا ما حكيت له، ما بعرف ليش، بس أنا ما عم بتجرأ قله أي شيء، بس ناوية أحكي له بأول فرصة. طيب باري، أنا بتفهم ترددك وخوفك من هالشي، بس هو كمان ما قالك شي لهلا؟ لا ما قال شي، بس إيه أنا بشوف نظراته وكيف حديثه معي وكيف بيهتم فيني، كل هدول بيدلوا على أنه هو كمان بيحبني. إذا هيك القصة فأنا فرحان لك باري. عن جد؟ شكراً. عن جد اشتقت لك. شي حلو. يلا امشي لعنا، مو بدنا نلعب شدة اليوم؟ يلا تأخر الوقت كتير وبكرة في عندي دوام، نلعب بكرة. أكيد؟ اي أكيد. وعد؟ وعد. أوكي باي. باي. شو؟ بس من شوي فير كان بالديسكو وهلأ بالمخفر؟ أنا بتمنى أنه يكون منيح، بس ليش الشرطة أخدته على المخفر؟ فير ضرب واحد بسيارته، قصة سواقة وشرب، ما كتير فهمت عليه شو حكى، بس لازم نمشي، بدي روح لهنيك. إيه؟ حلوة كتير. تعرف شو؟ اليوم لما شفتك انت وباري سوا انبسطت كتير يا روحي، كتير مبسوطة. تعرف حبيبي، بدك الصراحة انا فكرت انه خلص استسلمت، بس انبسطت لما عرفت انك قررت ما تتخلى عن حبك بهالسهولة وانك ما رح تستسلم ابدا. كيف بدي اتخلى عنها يا خالتي؟ لك أنا كيف بدي أنسى حبي؟ أنا بس كنت حابب أعرف إذا اشتقت لي مثل ما اشتقت لها ولا ما أنا عم تتذكرني. بس اليوم اطمنت لأنه علاقتنا صارت أقوى بكتير. اليوم عرفت أنه هي بتحس بالنقص وقت ما أكون موجود، وما فيها تعيش من دوني، ولحد اللحظة حابة تفضفض لي، لسه شايلت لي محل صغير بقلبها وأنا أبلام فيه. هذا الشي بيكفيني هلأ خالتي، وأنا مبسوط كتير لأنه بحياتي. ابني المدلل كبر بسرعة ما؟
تصبح على خير يا روحي وأحلام سعيدة. انبسطت لك كتير. ميستي لا تفوتي. رهان أنا صح ما فيني شوف فير بهيك حالة، بس هذا ما بيعني إنه ما أفوت وما أطمن عليه ودير بالي عليه. لهيك ما بديك تفوتي، أنا موجود لحتى أهتم فيه. ما بعرف شو ممكن يعمل إذا شافك، لهيك من الأحسن تبقي هون. رهان كل شي رح يكون منيح. ما طول ما أنا هون ما في داعي تقلقي. شو ممكن يعمل إذا شافك، لهيك من الأحسن تبقي هون. رهان كل شي رح يكون منيح. ما ما في داعي تقلقي. ليك حضرة الضابط، ما بيصير تحجزني هون هيك. ماشي انت غلطت، ما عرفت شو صار. فهمه لك فهمه. ليك انا يا سيدي كنت عم برجع بسيارتي لورا وهو طلع بوشي. يلا احبسه. الحق عليك اعتذر وبتنحل فورا. ليش لحتى اعتذر ولا انت يلي غلطت معي؟ شيل ايدك عني احسن لك. بدك تكبر راس انت وتعمل لي رجال وانا ما رح اعتذر. فشرت. انقلع. يلا يلا انقلع. خلاص انت وياه داخلي منكم. احترموني على قليلة. قلو قلو هالحكي. حق عليك انت كنت مطفي من كتر المشروب. اساس انت كنت صاحي. سيدي قلو اني ما رح اعتذر. ليش لحد اعتذر اذا انا ماني غلطان؟ ضيعانك يا فير، بعمري ما شفتك بهيك حالة. بروحتي لهونيك شفت شي تاني ما بيطمن. روهان مثل أخوك ما هيك؟ معناتها كان لازم يوقف بصفي، بس لا هو كان عم يدافع عنهم كل الوقت. فكر شوي، أنا حبيته لروهان واعتبرته مثل ابني، بس لما عمل هيك ما بتتخيل قدين زعجت وكتير انقهرت منه. شو جابك لهون؟ ليه جيت؟ روحان أنا بعرف كل شيء، بعرف إنه الوقت بيغير العالم. يا ترى من وقت ما أنا انفصلت عن ميستي جربت تسأل عني؟ كتير بهمك إذا كنت عايش ولا ميت؟ شوف أنا بكرهك، بكرهك كتير. فير مو هيك. روح لعني. مين قالك اني ما اتصلت فيك؟ انت اللي ما كنت ترد علي ورحت لعندك على المكتب. شو بعمل يعني اذا ما بدك ترد؟ بس اسكت اسكت. روح من هون، بترجاك روح من هون. أنا ما بدي منك شيء، روح واتركني. ليش فصلني؟ يعني معقول صاير شيء؟ إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية. يا ربي
أنا بلشت أقلق كتير. سيدي هي أول مرة بيعمل فيها هيك موقف، أنا بكفل إنه ما عاد يعيدها مرة تانية، بترجاك تسامحه. الحكي سهل كتير، ما فيني أعفي عنه بهالبساطة. حضرته كان سكران وهو عم يسوق. ليك لحظة سيدي لحظة، كم مرة أنا لازم إلك إني كنت عم برجع لورا؟ إذا هو أعمى وما شافني شو بعمل؟ أنت اللي كنت سكران. سيدي هو كان معصب ما كان سكران. فعلا إنك رفيق وفي، كرمال تنفذ رفيقك من المصيبة بدك تلف وتدور على الشرطة. سيدي مو هيك القصة، بس هو إنسان كتير محترم وراقي. يا سلام. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.